كيفك سيد ميدو؟ شو عرفك باسمي؟ ولو انت بشغلنا اشهر من نار على العالم. انت كيف تعرفي انا شو بشتغل؟ ببلد صغير مثل هاد ما في اسرار. محل بعد مسكر، نفتح المساء. مرتاح بالشغل مع المعلم تبعك؟ انت شو بدك؟ مين بعتك؟ بعتني حدا بده الخير لإلك، خير كتير. لهيك نزل المسدس وخلينا نحكي. احكي، قولي شو بدك. إذا حدا عطاك مصاري بحياتك ما بتحلم فيه مقابل إنك تغير المعلم تبعك، شو بتقول؟ ما رح يلحق يسمع شو بقول، لأنه رح كون طقيت رصاصة بنص وجهه قبل ما يرف له جفن. حتى لو كان هذا المبلغ قدامه 7 صفر؟ أنا ما بعرف حدا بيدفع هالقد مبلغ مقابل تغيير ولاء، بس أنت بتعرفي؟ أنت عم تقلل بقيمة حالك كتير. لسا مو بس تغيير ولاء، خبرتك بالشغل. الله بيحبك إنه مزاجي رايق اليوم، وما إلي خلق أغلط مع حدا. سلمي على اللي بعتك وقولي له ميدو ما بيعض الإيد اللي بتطعمي. افتح تليفونك وشيك على الحساب، مصاري صاروا عندك. نحن ما بنمزح. بعت المصاري؟ معلمك الجديد فايز النعمان، فياريت تكون ذكي وتنط من مركب الكسار قبل ما يغرق اكثر. انت عم تلعبي برزنامج حياتك. بتحل مركز برهان وتصير الكلب الكل. فكر لبكره الصبح. خبرني هذا.